تحياتي للجميع، معكم أبو ميلاد. كل عام وأنتم بألف خير بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. أتمنى أن يحمل العيد معه السلام والمحبة والخير لكل الدول العربية. طبعا بعد مستمر في سلسلة لقاءات مع مصورين من دول عربية حتى يتحدث عن صورهم. اليوم عندي لقاء جدا مهم مع صديق عزيز من مصر، المهندس نادر العاص. خليني أكون معكم صريح، في يوم تسجيل الحلقة، طبعا نادر راح يتفاجأ، ظروفي كانت جدا سيئة بسبب الكورونا وأمور أخرى عائلية، والصديق نادر ما أجا يستعرض عضلاته، جاب أمثلة معاه يشرح عن نقطة جدا مهمة، وبصراحة أنقذ الموقف. فعمليا ركز على النقطة اللي هي مهمة لأي إنسان حابب أنه يشتغل بشكل احترافي في مهنة التصوير أو في أي مهنة، وهي قضية ترتيب، تنظيم، بحث. وخلال الأمثلة اللي انطاها نادر وضح هذا الإشي بشكل جدا جدا رائع. بصراحة تفاجأت، طبعا تفاجأت بشكل إيجابي. فما بدي أطول عليكم، قبل البداية بدعو الجميع بكل محبة أنه يشارك، يتابع صديقنا نادر في الإنستغرام، يوتيوب، فيسبوك. فقبل البداية سوف أعرض المعلومات وبعدها سوف نبدأ باللقاء. خذ هذا الوقت لكي تقوم بعمل اشتراك ومتابعة للأخ نادر، وأتمنى للجميع مشاهدة ممتعة مع هذا اللقاء الشيق. فخلينا نرحب بالصديق العزيز المهندس نادر العاص من مصر. طبعا هذا مش أول لقاء، نادر سبق شرفنا في القناة، تحدثنا عن موضوع الـ HDR، وأيضا بدعوكم للاشتراك ومتابعة الأخ نادر في الانستغرام، فيسبوك، يوتيوب. سوف أضع كل الحسابات في الأسفل وأيضا سوف تظهر على الشاشة. مرة أخرى خلينا نرحب بالأخ نادر. نادر، خلينا نادر، شو أخبارك؟ تفضل، المايك معك. مرحب بك أبو ميلاد، ومرحب مشاهدين القناة عندك كله. أهلا وسهلا عزيزي. اليوم راح تكون لقاء خاص. عزيزي نادر، صاحبنا نادر، راح يشرح لنا كل صورة وقصتها وأيضا كيف تم التعديل، مراحل التعديل. فخلينا نبلش في المثال الأول. الفكرة هنا احنا هنلاقي في الحلقة كلها ان شاء الله الصور اللي هنتكلم عنها كلها هنبقى بنتكلم عن نقطة اتخاذ القرار في الصورة، سواء القرار انا ليه بصور كده، يعني قرار التصوير، او قرار المعالجة ليه عملتها كده. فمثلا الصورة اللي قدامنا دي او الثلاث صور دول هما ريليتد ببعض. دي بنتي هي اللي في الصورة، الرب يحفظها. كان قرار كده خدته من فترة، إن أنا لما ببقى مثلاً مع الأسرة خارجين أو مسافرين ما باخدش الكاميرا معايا، لإني بتشغل عن الولاد وببقى عايز أستمتع معهم أكتر يعني، والكاميرا بتاخدني شوي. فاللي حصل هنا إن اتفاجئت بمنظر الإضاءة ده، وعمال بيتغير في المكان. دي فتحة من السماء جاية في صالة كبيرة كده أو هول كبير، والإضاءة عمالة تتغير كل ما الشمس بتتحرك فوق، فطبعاً ما كانش ينفع فوت دي. وبالتالي في النهاية استقررت إن أنا هصور حتى بالتليفون، يعني الثلاث صور دول تصوير موبايل. وجبت بنتي في ثلاث مواقف مختلفين، وقلت لها لا، تتحركي من هنا لهنا، تمشي من هنا لهنا. وجربنا مع بعض كذا مرة وطلعنا الأشكال الهندسية دي في الصورة. أحد هذه الصور شارك في معرض داخل مصر ومعرض خارج مصر، وده يقول لنا النهاردة إن يعني حرب المعدات اللي شغالة ما بين الشركات وما بين المصورين. الحقيقة كمان دي صور موبايل بروسيست بالموبايل برضو، فيعني أدتنا نتيجة مقبولة جدا. نتيجة لما اتطبعت برضو كانت مقبولة جدا، وكان أهم حاجة المكان والإضاءة والفكرة. ما كانش أهم حاجة هنا كانت ما كانتش المعدات، يعني ده اللي أقصده من الكلام. أوكي، أول شيء الصور جدا رائعة، رب يحمي بنتك وإن شاء الله بتفرح فيها بالشهادة وبالزواج في يوم واحد. أشكرك. بس تعلق نقطة قبل ما تفوت على الموضوع، ذكرت أنه لما تطلع مع العيلة بتخرج معك الكاميرا، نفس الإشي بتقولي زوجتي دائما، بس نطلع برا خلي زوجتك الثاني في البيت جبهاش معك. فأنا فاهم عليك شو المقصود. في عدة ملاحظات على الصور. الملاحظة الأولى دائما متحدث عنها اللي هي في قضية observation أو الاستيعاب. دائما حاول إنك تستوعب وين أنت موجود. نصيحة، إذا بتشوف عندك أشكال هندسية مع شمس، تعرف إنك أنت وصلت لمحل لازم تصور فيه، طبعا إذا كنت لحالك مش مع العيلة. فأول إشي هذا بدل الصور بدل على حدة قوة العين عندك خيا نادر، وأيضا
ممكن تحصل على أشياء جدا بتجنن بواسطة موبايل أو بأي كاميرا. في النهاية دائما بنعيد بنقول إنه الكاميرا هي مجرد أداة، 99 من قوة الصورة ترجع للمصور. الكاميرا ممكن تعطيك إمكانيات أكثر، بس في النهاية قوة الصورة بترجع للمصور. هاي الصور بتدل إنه معنا مصور عن جد محترف. كل احترام خيال نادر. بعد إذنك ممكن ننتقل للمثال التالي. معنا هذه الصورة، المايك معك خيال نادر، إذا ممكن تحكي لنا عن هذه الصور. تمام، هي دي الصورتين هم عبارة عن صورة واحدة بس معالجتين مختلفتين لنفس الصورة. والفكرة اللي عشانها اخترت الصورة دي نتكلم عنها هو الصبر على الصورة. الصورة فعليا دي كانت متصورة في 2016. انا على فكرة رحت لندن مرة واحدة، يعني اللي بيتفرج على صور لندن عندي ما يتخدعش ان انا عايش هناك. يعني انا رحت لندن مرة واحدة 72 ساعة صورت فيها كل اسطول لندن اللي عندي ده. لحظة شوي، بتحكي جد؟ والله بس اسلس عن جد، يعني انا كنت مفكر انك انت مقيم في لندن. يعني انا لاحظت ده، رحت لندن مرة واحدة في 2016، كنت فايز في مسابقة لشركة سوني وكانوا عاملين معرض هناك وعارضين فيه صورة ليا هناك، فرحت حضرت المعرض وقضيت 72 ساعة بالضبط في البلد. بس كنت قبل ما أسافر بشهر كنت قبل ما أسافر بشهر مجهز ومذاكر هروح فين أصور إيه إمتى. فبالإضافة طبعا كنت محظوظ بقى بالأجواء والوضع هناك والشمس والسحب وكده، ف طلعت بكمية الصور دي من لندن. يعني أنا كنت لوحدي طبعاً، فما كنتش بعمل حاجة غير إن أنا أصور بس، يعني 12-13 ساعة في اليوم كنت بصور بس. بس معلش خليني أفضحك على الهواء، بس حب أقولكم إنه نادر بتاع سوني، يعني دير بالكم لما سوني سانتيبو. يعني بحب سوني عشان بدأت بيها وكملت بيها، لكن يعني في النهاية يعني اللي بيسمع الفيديو ده وسألني على نصايح على إكويبمنت هيعرف إن أنا نصحت ناس كتير بحاجات تانية غير سوني عادي. يعني مش متعصب، يعني بس بحبها بس مش متعصب. فقصة الصورة إن أنا لما صورت في 2016 ورجعت وبدأت أعمل بروسيسنج، كانت أقصى إمكانياتي وأقصى طموحاتي في الوقت ده هي الصورة الملونة اللي قدامنا دلوقتي دي. ما قدرتش أطلع من الصورة غير كده، وده كان آخر اللي قدرت أعمله. بس هنا بقى نقطة القرار اللي بتكلم فيها، إن أنا ما بيأس وما بسيبش الحاجة وخلاص وأسلم بيها كده. لا، بعد كذا سنة، يعني تقريباً في 2020 بداية 2020 نهاية 2019، لا بدأت أتعلم حاجات جديدة، بدأت أتعلم أسلوب مختلف. الأسلوب بتاع الأركتكتشر فاين أرت اللي هو الأبيض والأسود، يمكن الصورة دي كانت تطبيق على أونلاين كورس خدته مع سكوت كيلبي، مصور سكوت كيلبي. بعد الكورس الأونلاين حبيت إن أنا أطبق اللي أنا شفته، فرجعت للصورة الأصلية تاني وبدأت بروسيسنج من جديد وطلعت الصورة دي. إذن هنا ما بين معاد التصوير وخروج الفاينل برودكت بنتكلم في حوالي 3.5 سنين أو 4 سنين. فبقى عندي النسختين موجودين، لكن في النهاية ما برميش حاجة، ما بيقس من حاجة، وارجع تاني اعيد تاني، لان الواحد بيتطور مع الوقت ومش شرط ان كل تطور الاقي فرصة ان انا ارجع اصور نفس الحاجة تاني، اجيب اللي انا مصوره واشتغل عليه تاني، ما فيش مشكلة. كل احترام. قبل ما اعلق على الصورة بحب الفت نقطة اللي هي نصيحة ان كل واحد يسويها. اذا انت بتصور كميات صور بكميات صور كبيرة، فمفضل مش مفضل، لازم تعمل ترتيب للصور، ان كل صوره تنطيها اسم، تنطيها تاريخ، تحطها بفولدر مستقل لتعرف في المستقبل اذا بدك الصوره تعرف كيف تصلها. فاذا بتلاحظ هاي الصوره، انا بعرف هاي الصوره بس مكتوب هنا لندن سيتي هول او بلديه لندن. كل احترام انه نادر عم بيقوم بتسميه الصور مره اخرى، هاي ريفرنس او هي مرجع للمستقبل. لما تصير عندك كميات صور رهيبه ساعتها بتحس قديش هاي النقطة بسيطة، ممكن شوي بدها وقت بس جدا جدا مفيدة للمستقبل. هاي نصيحة جدا مهمة. ولسهولة البحث كمان، انت هتلاقي هنا في اللايت روم الكيورد، لو بصيت على الكيوردز هتلاقي انا حطت الميتا داتا كاملة، حطت الكيوردز كاملة. لو فتحت الكيوردز هتلاقي كل حاجة مكتوبة، بحيث ان انا لو بعد كده بعمل سيرش في الكيوردز ليست تقريبا ممكن لا ولا الليست دي بتاعتك انت كيوردز كلها. سوري هاي اللي هو سجست، فانا حاطط الحاجه بحيث ان انا بعد كده لو بعمل سيرش على اللايت روم بتاعي بدور على اي حاجه هيجيب لي كل الصور اللي فيها اللي انا عايزه.
فيعني ده بياخد شوية مجهود، لكن مستقبلا بعد سنة بعد 2 بعد 5 ده بيبقى مهم جدا. ممكن تكتب في اللغة العربية في داخل لايت روم. نشكر خيار نادر على النصيحة، بتأمل أن الجميع يأخذ هاي النصائح قديش صغيرة قديش هي مهمة للمستقبل. بالنسبة للصورة طبعا فيش عندي تعليق غير أنه الصبر اللي حكيت عنه بعد فترة بنطيك مجال تبدي أكثر. طبعا في هنا البروسيس أو هي مرحلة أنك أنت عم تتطور، ففي صور ممكن صورتها قبل سنتين اليوم أنت تعرف أكثر، فممكن ترجع وتعاود تشتغل عليها مرة أخرى. التصوير فن والتعديل فن، وفي هاي الحالة عندنا فنان في الفنتين. يعطيك العافية خي نادر، بعد إذنك ممكن ننتقل للمثال التالي. يلا خلينا نجيب بقية الصور. فمعنى هذا المثال، فبعد إذنك خي نادر إذا ممكن تحكينا هاي الصور وين وشو الفكرة. متبلش بالملون. هنا الصورة دي برضو في لندن، وهي نفس الفكرة بتاعت الصورة بتاعت شارد وسيتي هول، هي نفس الفكرة هنا. الصورة الملونة هي اللي بمجرد ما التقطت الصورة وبدأت أشتغل على صور الرحلة دي طلعت بالصورة دي، وما كنتش وقتها قادر برضو أعمل حاجة مختلفة. حسيت إن الصورة ناقصها حاجة، يمكن ما نشرتهاش أو يعني اتحطت كده في وسط الصور، لكن ما حسيتش إن الصورة مدياني الإحساس اللي أنا كنت عايزه أو اللي أنا حسيته هناك. الإضاءات كانت جميلة جدا، بس إمكانياتي وقت معالجة الصورة دي ما ادتنيش اللي أنا عايزه، فخلاص سبتها وكملت سكتي. يعني برضو بعد كذا سنة بدأت تفكيري يختلف شوية وأسلوبي يختلف شوية، فطلعت بالصورة اللي هي اللي جنبها مع شوية تجارب كده قدرت أطلع بالصورة اللي جنبها. إزاي إن أنا أقدر أبدأ ألعب في الإضاءة بتاعت الصورة، أعكس الإضاءة، إيه اللي منور أقفله وإيه اللي منور أظهره. فقدرت أطلع بالصورة دي من نفس الصورة الأولانية دي، بقى أنا حبيتها كتير. أنا مش عارف هي ممكن تكون عملت أثر مع المشاهدين ليها إزاي، بس أنا حبيت دي أكتر من الصورة الأولى، وحسيت إن إمكانياتي تطورت عنها. فدي برضو حبيت أحطها كمثال إن أنت أصبر على نفسك وشغلك هترجع تطلعه بطريقة أفضل لو ما كنتش راضي عنه بصورة نهائية في المرة الأولى. يعطيك العافية. طبعا صور حاجة جميلة والثانية أجمل. في عدة نقاط بالنسبة لهي الصور. إذا رفعت هاي الصورة على الفيسبوك في ناس راح تقولك عليها لايك، في ناس راح تجيب الصور. بالنسبة لي صورة عادية، حلو التنسيق سيمتري أو التباين جيد، الألوان الإضاءة ممتازة. بس بعد فترة وصلت لهون، أولاً لاحظ الأضواء الموجودة في هالمنطقة، إذا بنيجي على الملون الأضواء صعب تشاهدها. فعملياً عندما قام بتحويل الصورة إلى أسود وأبيض انطاك مجال ثاني تشاهد ألوان أو إضاءة مختلفة أو مصادر إضاءة بشكل مختلف. أنا رأيي إنه الأسود والأبيض انطى سريالية للصورة. حسب رأيي إن الصورة جداً جداً رائعة، بناءً على الإضاءة الموجودة هنا جداً 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 حلوة. هي دي الفكرة، إن أنت مع الوقت ممكن نظرتك تختلف. يعني فعليا وانا بعمل البروسيسنج الاولاني ما جاش في دماغي خالص مثلا ان انا لو اضاءة السماء تماما اخفتها ايه اللي ممكن يطلع لي، ما فكرتش فيها خالص. لكن يعني المنطقة اللي انت شاورت عليها بتاعت منتصف الدايرة، منتصف لندن اي دي، انا ما فكرتش في اول مرة لو انا طفيت اضاءة السماء شكل الاضاءة هنا هتطلع عاملة ازاي، ما فكرتش فيها. لما حصلت طلع المنظر اللي انت شايفه ده واختلف الوضع تمام. فهو ده الهدف اللي انا جايب عشان الصورة. التجربة بتبين لك حاجات انت ممكن تكون مش شايفها في اول مرة. بلاحظ انه في كثير مصورين بيستخدموا نفس الالوان او نفس ستايل. منيح انك تجرب تطلع، منيح انك تجرب الوان جديدة، منيح انه جرب اسود وابيض، تلعب بالالوان بالطريقة التصوير. فحاول انه من فترة لفترة انه تغير الستايل تبعك في التصوير، لانه بهاي الطريقة بتقدر تجدد. إذا بضلك ماشي نفس ستايل فعمليا أنت عم تحجر حالك في منطقة واحدة، فلذا مرة أخرى غير ستايلك وحاول أنه دائما تجيب أفكار جديدة. هو عمليا لو المصور ليه ستايل وماشي بيه وليه باليت ألوان ماشي بيها، ده شيء كويس في حد ذاته أن المصور ليه شخصية. هو بس النقطة أن ليك شخصية بس ما تقفلش عينك عن بقية السبيكترم اللي حواليك. أنت دي شخصيتك انت عارفها، بس بص حواليك لان وارد جدا تطور شخصيتك مع الوقت. فخي نادر خلينا ننتقل للمثال التالي. عندنا هذه الصور، اذا ممكن تشرح لنا هاي الصور وين وشو الفكره؟ تفضل. الصور دي في ايسلند في العاصمه ريكيفيك. انا كنت في ايسلند شهر اكتوبر اللي فات.
رحلة ما كانتش سريعة بقى، ما كانتش 72 ساعة، قعدت حوالي 10 أيام. ودي صورة لقطناها وإحنا يعني ماشيين في الشارع أنا وأصدقائي، ولقطنا الصورة دي اللي هي الصورة الأولانية، أيوة الصورة الطولية دي. الهدف من إن أنا جايب الصورة دي، أنت نفس الصورة ممكن يطلع لك منها كذا قصة أو كذا كادر مختلفين من نفس الصورة. الصورة أنا صورتها أنا واقف على الجنب التاني من الطريق وصورت المنظر ده، انا حسيت الباب بتاع المحل والالوان اللي على المحل والطفلين اللي جوه مع العجله، حسيت المنظر ده ممكن يطلع منه حاجه. بس بما ان احنا ماشيين في الشارع ودي ناس بتتحرك، مش هيبقى متاح ليا ان انا اقعد اركز قوي اجيب القصه دي ولا اجيب القصه دي، فحبيت ان انا القط المنظر وافكر فيه بعد كده. فلقطت المنظر بالشكل اللي احنا شايفينه ده. بعد كده لما جيت وقت المعالجه، لو تجيب لنا الصوره الثالثه ابو ميلاد، مايوني عملنا كروب للصورة وأظهرنا المحل بالعجلة بالألوان بتاعة المحل بالطفلين جوه الباب، قفلت الإضاءة بتاعة الشخص اللي كان جوه الباب عشان ما يعملش تشتيت عن الفكرة اللي أنا عايز أقولها، وديتني الصورة دي وحسيت إن برضو مازال أقدر أطلع من نفس الصورة دي قصة كمان، فعملت كروب أزيد في الصورة اللي هي رقم 2 وجبت الطفلين بس مع جزء من العجلة وتعبيرات الولد وتعبيرات البنت باللعبة بتاعتها. طبعا كل ده فيه لعب بالإضاءة شوية، بغض النظر عن إن لا لازم عشان تعمل حاجة زي ديت لازم دقة الصورة تكون عالية جدا، دقة الصورة الأصلية تكون عالية جدا، ومش هتكلم عن سوني هنا، بس يعني الفكرة إن قدرت تاخد أكتر من كادر أو تاخد أكتر من منتج من نفس الأصل. دي كانت الفكرة اللي جايب عشانها الصورة دي. طبعا فيش عندي كثير تعليق، بفكر انه الفكره كفكره اللي ذكرتها هي جدا جدا مهمه، بالذات في تصوير الشارع. مش دائما بكون في عندك امكانيه انه تقدر تصور تحط ترايبود او انك تقف تصور بشكل مستمر بشكل ثابت لفتره ممكن لعده ثواني. في احيانا انت بتشوف هدف وما بدك انه حدا يشوفك او ما بدك حدا انه يعاتبك ليش بتصور، فهاي الظروف تحاول تاخذ كل مظهر او كل مشهد، حاول انك تصور بشكل اوسع. دائما في الديجيتال اذا انت بترجع للبيت، وهاي الفكره بحاول اوصلها خي نادر، انه انت ممكن تحاول تقص المشهد بطريقه افضل، وممكن احيانا انه تشاهد عده امور في نفس المشهد. اللي كنت افكر فيه وانا احكي عن الصور بكل صراحه هو قضيه ايسلند. كنت كثير محلات بحياتي بس لحد هسه عندي حلم، واليوم حتى زوجتي بتسالني وين بدك حابب تروح، قال لها فيش كورونا بنروح على ايسلند. فأنا حاب أسمع منك عن آيسلاند، إذا ممكن شوي نخرج الموضوع تحكي لنا عن تجربتك في آيسلاند وليش هي مهمة لكل مصور. تفضل خيا. لو مصور طبيعة لاندسكيب يعني ده مكان لازم يبقى في خطتك لو تقدر تروح. فيها متغيرات كتير، زي ما بنقول فرايتي كبيرة جدا في مكان مش كبير. جزيرة آيسلاند جزيرة تعتبر مش كبيرة قوي، أنت ممكن في خلال مثلا أسبوعين كن رحت أكتر الأماكن المشهورة والأماكن الغير مشهورة. البلد بتتغير بطريقة عنيفة، يعني أنت ممكن في نفس المكان وأنت واقف في نفس المكان بتقضي ساعتين أو 3 ساعات في المكان، الجو والإضاءة بتتغير بطريقة كبيرة جدا جدا في المكان، بتقدر تطلع من نفس المكان كذا مشهد بكذا إحساس بكذا طريقة وأنت في نفس المكان. طبعا الموضوع محتاج ترتيب كويس جدا، يعني في كام فيديو كده كنت عامله برضو حوالي اسبوعين على ازاي انا جهزت للسفره بتاعت ايسلند، وانا واصدقائي، انا ما كنتش لوحدي، احنا كنا 4 طالعين، ذاكرنا ازاي الاماكن وازاي جهزنا للسفر وازاي واحنا هناك بدانا نستفيد من التجهيزات اللي احنا عملناها. الموضوع في منتهى الأهمية إن أنت لما تكون رايح مكان تكون مذاكره كويس عشان ما تضيعش وقت كبير في إن أنت تبقى مش عارف تعمل إيه، وعشان لو حصل معاك طوارئ هناك سواء في الجو أو طوارئ في المكان تبقى عارف البريوريتي تروح لإيه وتغير البلان بتاعتك إزاي. دي كانت تجربة ممتازة جدا ما انساهاش طول حياتي بصراحة، سواء من ناحية التصوير أو من ناحية التخطيط للرحلة. شفت النورث لايتنج؟ الأرورا شفتها وشفتها وصورتها وطلعت منها صور وطلعت منها تايم لابس. ظاهرة
يعني انا في سني ده كنت بشوف حاجه لاول مره. يعني احنا كنا انا وزمايلي كنا بنهزر على ده، يعني في اعمارنا دي واقفين باصين للسماء بنشوف حاجه لاول مره كلنا، يعني حاجه بتخض بالحقيقه وجميله. يا بختك. بناتنا لو الوضع هاي السنة لو ما كان في كورونا كنت بأيسلند. أفضل الفترة هي عمليا نهاية أغسطس سبتمبر، بقولوا أحسن فترة. أقدر أقول لك من نص سبتمبر وحتى آخر أكتوبر الفترة دي ممتازة جدا لو رحت تصور، يعني كتصوير هي الفترة دي ممتازة جدا، لأن الفترة دي أنت عندك الدايفيرستي بتاعت نهاية الخريف وبداية الشتاء، فأنت هتقدر تشوف في الوقت ده نورثن لايتس موجودة، في الوقت ده عدد ساعات النهار مقارنة بعدد ساعات الليل معقولة، في الوقت ده عندك اللون الأصفر والبني بتاع الخريف، وعندك بدايات تكون التلج، فكل حاجة موجودة تقريبا في الفترة دي. يقطع الكورونا وسنين. نقطة على السريع، ذكر الأخ نادر إنه عمل فيديوهات لا ترتيب الرحلة لأيسلند. كل الروابط للفيديوهات سوف نضعها في الوصف تحت الفيديو. بنصح الجميع إنه يشاهد الفيديوهات، وإذا كان موجود في اليوتيوب اعمل اشتراك لقناة نادر العاص. خلينا نادر، خلينا ننتقل للمثال التالي. عندنا هاي الصور، المايك معك، تفضل. المثال ده في لندن برضو، بس هنبدأ بصورة رقم واحد. الفكرة هنا إن أنا كنت عايز أصور البرج بتاع ذا شارد، اللي هو البرج اللي باين ورا ده، وأنا واقف على الجنب التاني من النهر وبحاول إن أنا أصور البرج بطريقة كويسة. يعني من حيث التكوين، من حيث اختيار التكوين، كان عندي مشكلة الحقيقة، لأن البرج عالي جدا وكل حاجة حواليه ارتفاعاتها أقل بكتير، فأنا مش قادر أوزن التكوين، إزاي أحط حاجة بالانس في كادر واحد بمبنى كبير قوي كده ومفيش حاجة تانية كبيرة جنبه. ف يعني قاعد بفكر وأنا في المكان ده، طب أجيب حاجة تانية تاخد نظر المشاهد، زي مثلا شخص معدي أو حاجة، فبدأت أستنى المارة اللي في الطريق وأصورهم مع البرج وأحاول أطلع حاجة ليها معنى من الموضوع. صورت يعني الصورة الحالية دي يمكن أفضل ما طلعت بيه من الوضع أو من التفكير اللي فكرته. وبعدين برضو أنا حاسس إن المكان ليه بوتنشال أكبر، ممكن إن أنا أطلع منه حاجة أحسن. ففي اللحظة دي قلت طيب أشوف الناس اللي جت هنا صورت إزاي قبل كده. بدأت أعمل سيرش على جوجل، المكان اللي أنا فيه ده اسم البرج، بدأت أسيرش بيهم وأشوف الناس اللي جت قبلي هنا صورت إزاي، جايز ألاقي فكرة مختلفة. لقيت فيديو على اليوتيوب لمصور بريطاني وحاطط صورة اللي هي الصورة نمرة 3، أنا عامل سكرين شوت من الفيديو بتاعه. والصورة نمرة 3 دي المصور اسمه كريج روبرتس، ولقيته وهو عامل زي فوتو ووك في لندن، وبعدين لقيت الصورة دي ظهرت. البرج وراه، بس الشكل الهندسي ده شكله كان غريب جدا عليا، اول مره كنت اشوفه ومش عارف الشكل ده موجود فين. هو بالنسبه لي دي المنطقه اللي انا واقف فيها، لان هو نفس المنظور للبرج، بس انا مش عارف الشكل الهندسي ده فين. المهم قعدت ادور حواليا بقى لغايه ما لقيت الشكل الهندسي ده فوقيه بالظبط، يعني انا ماشي تحت على الممشى وده بطلع له سلم من ورايا بالظبط، وفوقي الشكل الهندسي ده وانا مش شايفه وانا ماشي تحت. طلعت فوق لقيت بقى الشكل الهندسي ده موجود، ومنطقه بابليك ومسموح لي ان انا احط الترايبود واصور براحتي، وما كنتش اعرف عنها حاجه الحقيقه قبل ما اسافر يعني. فكانت صدفه كويسه جدا، وفرحت ان انا لما دورت لقيت نتيجه البحث بتاعي ده حاجه كويسه. فحبيت بقى بعد ما طلعت حبيت بقى اصور المشهد بطريقه، انا بقى بطريقه هندسيه مختلفه، قعدت حاولت خدت كام كادر كده لغايه ما وصلت للتكوين بالمنظر ده. القصة دي برضو ليها فيديو على صفحة اليوتيوب عندي، من بداية بحث عن تكوين لغاية ما وصلت للتكوين ده في النهاية وصورته بالمنظر اللي انت شايفه كده. أول شيء يعطيك العافية. إذا بتلاحظوا عمليا هاي كانت النتيجة الأولى، اللي هو أكثر بوهيمي أو أكثر في غموض سريالي بالصورة. شخصيا بحب هذا النوع من التصوير، أنا حسب رأيي المشهد جدا رائع. النقطة لازم نقف عليها قضية الترتيب. فإذا لاحظت أنه
عمليا عم برتب. برضو مشكور انه قاموا عمل فيديوهات اللي تشرح اهميه الترتيب، البحث في الانترنت، الاتصال مع اشخاص، ترتيب كل مواعيدك، اعاده التصوير. فعمليا كل هاي المنظومه اذا انت تمشي عليها انت راح تصل لنتائج جدا جدا ممتازه. جدا جدا مهم التنظيم في حياتنا، كل احترام خي نادر، وعن جد هاي النقطه لازم كلنا نركز عليها. نرجع على الصوره كمان مره، انه بحث وجد مكان وطلع صور هاي الصوره، جدا جدا رائعه الصوره. تنسيق، في عندك نوع من 3D في الصوره، دائما انا بحب الاسود والابيض مع اللونج اكسبوجر، طبعا مع السوفتنس او النعوم الموجوده في السماء، جدا جدا صوره انيقه وجميله. هو في نقطه صغيره، تفضل. انا بدات التصوير في 2012 بصدفة، فيديو صدفة كنت بتفرج على اليوتيوب، فيديو صدفة لمصور اسمه تري راتكليف، هو مصور أمريكي عايش حاليا في نيوزيلند، عجبني تصويره والراجل سهل الموضوع على الناس وبدأت أتعلم منه من الفيديوز بتاعته. الراجل ده في نقطة مهمة جدا تعلمتها، الراجل ده وهو طفل صغير فقد عين من العينتين، يعني هو بيشوف بعين واحدة، فدايما كان يتكلم إن هو بيشوف بعين واحدة، معناها ان هو ما بيشوفش 3D، هو بيشوف دايما حياته الطبيعية بتاعته عبارة عن 2 dimension بس. فبيقول لما باجي اصور دايما بقعد افكر ازاي الانسان العادي اللي بيشوف 3D اقدر اوريله الصورة 2D بتاعتي دي في 3D اللي هو بيشوفه، ازاي اوصل له احساس انا مش شايفه، انا كمصور مش شايفه لان انا بعين واحدة. فبيعمل ده باختيارات التكوينات بتاعته، ان يبقى فيه دايما حاجة قريبة وحاجة بعيدة، حاجة قريبة صغيرة تبان بسكيل اكبر قدام حاجة بعيدة بسكيل تبان بسكيل اصغر شوية، يحسسني بال3D بتاعة المشهد من صورة 2D. وكان ممعن قوي في النقط دي في كتير من صور، ومع الوقت اتعلمت ده من كلام الراجل، وبقت دي طبيعتي لما باجي ابص في مشهد، ازاي اعمل ده، ازاي احسسك ان انت النهارده بتبص على 2 dimensional medium، سواء شاشه سواء صوره مطبوعه، لكن تحس بالبعد الثالث في الصوره ازاي. بحب اضيف ايضا تعليق على تعليق خي نادر، قضيه مشاركه المعرفه جدا جدا مهمه، انه عمليا نادر زيي كثير تعلمنا عن طريق الانترنت، ودائما بنحب انه نعمل نفس الفعل، هو تعلم عم بيعمل فيديوهات، انا بعمل فيديوهات، اسهل فيديو عم نشارك شو احنا تعلمنا. وهي نقطه جدا مهمه. قبل 5 سنين بالضبط بالصدفه شفت نادر، شفت انه عامل فيديوهات عن الاتش دي ار، فطلبت منه انه نعمل حلقه عن الاتش دي ار، وراح الوقت سجلنا الحلقه وهي موجوده في الانترنت، بفكر صار اليوم عليها تقريبا 12000 مشاهد، في 12000 واحد شاهد هذا الفيديو استفاد منه، وهذا بالنسبه لي فخر، بحس انه انا ونادر استفدنا وفيدنا. وهي نقطة كثير مهمة، إنه تحاولوا أنتوا تشاركوا شو بتعرفوا مع الآخرين، خلي الغير يستفيد من علمك، وهيك المجتمع بيصير أفضل. وبعدين هو زيادة على كلامك بقى، فعلا أنت دلوقتي من 5 سنين عملنا حلقة الـ HDR، ممكن قوي تكون ناس اتعلمت منها حاجة واستفادت منها حاجة، هل ده أنقصني أنا في شيء أو أنقصك أنت في شيء؟ أبدا، أنت بتتطور وأنا بتطور والمركب ماشي. فأنا لما شاركت المعلومة أنا ما نقصتش حاجة. فخي نادر معنا هذا المثال لثلاث صور تصوير ليلي، نبلش بالصورة الثالثة، تفضل المايك معك اشرح لنا شوي عن هذه الصور. تفضل. الصورة الثالثة دي المصور مايكل كينا، مايكل مصور شهير جدا وكبير جدا وأستاذ لأجيال كتير، يعني الحقيقة من متابعتي لصوره كتير قوي، الراجل ده جريء جدا، جريء في صوره، أنا ما عرفوش بصورة شخصية ولا سمعته، لكن في صوره جريء. النهاردة يعني أنا بصور لاندسكيب، من أحد الحاجات القوية في صور اللاندسكيب الألوان، وخصوصا لما أكون بالليل، ألوان السماء، أكون بالليل وبصور السماء، ألوان السماء تبقى نقطة قوة كبيرة جدا في الصورة. النهاردة لما لاقي الراجل ده عنده الجرأة أنه بيصور بالليل أبيض وإسود، الراجل ده بيقول لي حاجة، بيديني درس، فأنا حبيت أفهم الدرس. هو هنا اداني الكتلة السوداء اللي في النص، الجبل اللي في النص ده، واداني كل النجوم بتشاور عليه، leading lines بتشاور عليه، حاولت أفهم الفكرة. ولما جات لي بعدها فرصة إن أنا أطلع صور في الصحراء، حبيت أطبق حاجة قريبة للفكرة،
يمكن ما قدرتش أعملها بالإتقان والروعة دي، لكن على الأقل كانت الفكرة في دماغي وأنا بصور. ده برضو طريقة اتخاذ القرار، ليه بعمل الصورة بالطريقة دي؟ عشان في باك جراوند، هي دي الباك جراوند اللي خدتها من مصور عالمي كبير، اتعلمت حاجة من صورة شفتها فيه، فبحاولت أطبق حاجة شبيهة. صورة نمرة 2، دي منطقة في الصحراء الغربية اسمها وادي الحيتان في مصر هنا، كنت برضو أنا واتنين مصورين أصحابنا ورحنا نصور بالليل في المنطقة دي، وكنا دارسين يومها مجرة درب التبانة هتظهر في الوقت الفلاني على ما تظهر المجرة. في الوقت ده كان متأخر شوية، حبيت بقى أطبق اللي أنا شفته من مايكل كينا، إن أنا أبدأ ألقط مسارات النجوم بتشاور على أوبجكت تاني موجود قدامي في الفور جراوند أو في الكادر. فبدأت لقط الثلاث صخور اللي ورا بعض دول، خدت المنظور بتاعي وحاولت بقى مع موضوع النجوم وإنها تيجي أبيض وأسود، طب ألعب بالإضاءة عشان تبقى الإضاءة هي بطل الموضوع، الإضاءة والتكوين تبقى هي بطل الموضوع طالما الألوان مش جاية معايا، وطلعت بالصورة دي. وبرضو يعني حبيت برضو الألوان لأن أنا كنت شايف الألوان يومها كانت جميلة الحقيقة، فحبيت برضو أن أنظر كادر تاني بالألوان تحت نفس الفكرة، فأظهرت الكادر اللي هو في الصورة نمرة 1، برضو اخترت تكوين تاني وأظهرت بقى الألوان اللي أنا شايفها. حبيت أطلع الأفكار كلها من نفس المكان، تأثير الإضاءة، تأثير اللونج إكسبوجر بتاع النجوم وتكوينات مع الألوان في بعض الصور. بس هو ده اللي حبيت أوضحه هنا، إن قراري كمصور وأنا على الكاميرا هعمل إيه كان ليه باك جراوند بحاجة اتعلمتها من صورة مصور كبير، فهمت منها حاجة حاولت أطبقها حتى لو ما نجحتش فيها 100%، ففي الآخر أنا طلعت حاجة مختلفة على الأقل عن شغلي ومختلفة عن ناس كتير راحت المكان ده وصورت فيه قبل كده. أنا هعلق على نقطة أو كلمة حكاها في البداية بالنسبة لي كثير مهمة، وهي إنه قال إنه عم بتصفح صور مصور كذا وكذا. قضية إنه أنت تتابع تصوير صور الآخرين تتعلم منها جدا مهمة. في نقطتين هنا، أول إشي حاول إنه إذا أنت قاعد بين حالك وحالك عم بتفرج على صور الآخرين، حاول إنك تخرج من عارف من الكبرياء تبعك أو الأنا تبعتك وتفكر بتواضع، وتحاول إنه فكش إنه والله بصور أنا أحسن منه أو لا، حاول إنك تفرج على الصور تتمعن فيها. دائما في عندك مجال إنك تتعلم. قضية إنه أنت تراقب وتشاهد وتتابع مصورين آخرين جدا جدا مهمة. زيادة الثقافة البصرية والفنية عند المصور هو ده غذاء المصور أو غذاء الفنان. أكيد. لو بطلت تاكل مش هتقدر تنتج. أكيد. ومشكلة أحيانا لما الإنسان بصير عنده شوفة نفس أو بصير عنده إنسان نرجسية عنده بتعلى زين على اللزوم، بشكل عام أنت عمليا في طريق نقول فشل أو طريق آخره غالبا مسدود. خلينا ننتقل للمثال الأخير، معنا هاي الصورة. خي نادر المايك معك. الصورة دي برضو جبتها عشان القرار برضو اتخذ ازاي. خلفية الصورة دي ايه؟ الصورة دي في مكان في الصحراء الغربية المصرية اسمه وادي العقبات. الوادي شكله جميل جدا وانت واقف فيه، ورمال صفراء ناعمة، بعض الجبال لونها أصفر، المكان ممتع التواجد فيه. لكن نيجي بقى للتصوير. الميعاد كان تقريبا فترة الظهر، الشمس قوية جدا، كنا في شهر أغسطس، صيف حار، مفيش أي سحب في السماء، ظروف التصوير كانت تقريبا صعبة جدا جدا يعني. وأنا هبقى متواجد في المكان ده نص ساعة فقط، لأن أنا مع جروب سياحي، وجروب هيقف في المكان شوية وهياخدوا شوية صور وهيمشوا، فأنا لازم أطلع بحاجة. وهو ده التحدي اللي لقيت نفسي فيه، وكان لازم أعمل حاجة مختلفة. يعني تفكير في الأبيض وأسود كان طاغي عليا في الوقت ده، بسبب إن أنا شايف اختلافات الألوان الحقيقة مش مدياني كتير، يعني فرق الألوان ما بين الرمل ودرجات الرمل في الإضاءة مش مدياني كتير، وفرق الألوان بين الرمل وبين الجبال اللي ورا مش مدياني كتير، فكان وأنا بصور خيالي فيه الأبيض والأسود.
وبعدين حبيت بقى، يعني بما إني بصور معماري كتير، حبيت الخطوط، الخطوط والأشكال الهندسية برضو بتبقى طاغية عليا في اختيارات التكوين. لقيت الشكل الساند ديونز دي، لقيتها قدامي. هو الكادر الحقيقة أوسع من كده شوية، الكادر الحقيقي كان أوسع من كده شوية من ناحية اليمين، كان في صخرة تانية ناحية اليمين موجودة، أنا صورت وخدت الصخرة معايا وقلت إيه زي ما تيجي في الآخر ممكن أقص منه شوية. كان في شخصين من الجروب السياحي اللي كانوا معانا، كانوا معديين بيصوروا. دي أعتقد بنت في الصورة دي، وكان في واحد تاني ماشي قدامها. وقت المعالجة قلت لا، أنا حابب إن يبقى شخص واحد مش شخصين، فحسيت إن المكان ده أفضل، فشلت الشخص التاني وعملت المعالجة بالطريقة دي. الحقيقة يمكن ده مش الإصدار الأول، يمكن ده مش الإصدار الأول للصورة، ده يمكن الإصدار التاني أو التالت، لأن أنا خدت رأي كذا واحد من زمايلي المصورين في الصورة، وسمعت كذا رأي عليها قبل ما أطلعها الشكل النهائي. جميل إن أنت هنا شلت البنت، لا، بدي اوصل لنقطة معينة. طب وصل النقطة. أنا عارف النقطة اللي أنت هتوصلها، اتكلم أنت عليها. تمام، طيب، اتفضل. ممكن انه خلينا نتخيل، طبعا انا كنت بطاقة البنت الموجودة او الشخص الموجود في الصورة، خلينا نتخيل هذا المكان بدون اي شخص. فعمليا صعب تحدد حجم المكان، صعب تحدد قديش انت الزاوية والسعة، قديش المكان كبير الحجم، لانه فيش عندك هون انت النقطة اللي تقدر تركز عليها العين، تقدر تركز عليها بناء على هاي النقطة، وأيضا مكان وجود الرمل مع الجبل مع أمور أخرى اللي تقرر قديش حجم المكان. فبالنسبة لك صورة جدا جدا عادية، بس خلينا نرجع البنت أو الشخص اللي في الصورة ونشوف كيف. فعمليا قديش هاي الشغلة الصغيرة قديش تنطي قوة للمكان، تنطيق أول شيء هو مكان كبير، برضه انه هي نقطة اللي هي مثيرة للعين، قديش هي صغيرة. فعمليا قديش هاي النقطة صغيرة، قديش هاي المسألة صغيرة، قديش انت بعد ثاني للصورة. ممكن بعض الاشخاص يقولوا انه طيب لو ايش انه يعني تظهر الجبال وايش، خلينا نعمل قص للصورة، فخلينا نقص الصورة بشكل سريع بهذا الشكل، هيك حطها هيك، هاي الصورة هيك، خلينا نقول الصورة بهذا الشكل، مجرد شخص واقف على رمال، فيش صخب للصورة، فيش عندك عمق للصورة، فيش عندك تكوين للصورة بشكل لازم. فخلينا نرجع الصورة كيف كانت، طبعا كانت هيك. فعمليا هاي كانت تعليق على الصورة بالنسبة لهاي المسألة. تفضل خيا نادر. النقطة التانية اللي حابب أقولها من الصورة دي، إن أنت بمجرد ما بتشيل ألوان الصورة عينك بتشوف حاجة تانية خالص. يعني الألوان في بعض الصور بتكون اللون حاجة مشتتة مش حاجة مضيفة للصورة، وده كان الحقيقة أحد الحاجات اللي كانت هنا. أنت لما شلت الألوان بدأت عينك تفكر في الأشكال الهندسية، بدأت عينك تفكر في الخطوط اللي بتقطع الكادر بالعرض، في خطوط الساند ديونز اللي بتشاور على الهدف الرئيسي للصورة اللي هي البنت اللي ماشية. بدأت أفكر لا، أنا لازم إضاءة الجبال اللي ورا دي تظهر بقوة عن الرمل اللي في المقدمة، عشان يبقى فيه تدرج لدرجات الرمادي في الصورة، والسماء يبقى لونها عامل إزاي، يبقى درجة الرمادي اللي فيها عامل إزاي مقارنة بالباقي. كل ده ما كنتش هتشوفه في وجود الألوان. تاني، بتصور لاندسكيب غالبا الالوان بتبقى حاجه مهمه، بس لو لقيت ان الالوان مش فايده الصوره، شيل الالوان وفكر بطريقه مختلفه وجرب. ومن جهة بحب أضيف على النقطة اللي حكاها نادر، إنه الظلال، الظل والديتيلز، ديتيلز أو الهايلايتس أو الشادو في الصورة، في الأسود الأبيض هي بتصير السيد، هي بتصير الأساس. فعمليا في الصور الملونة أو الألوان الطبيعية أحيانا ممكن شوي تغير بالظل بالديتيلز ما تحس بالفرق كبير، بس لما تروح على الأسود وأبيض عمليا هاي النقطتين بصيروا السيد. بهاي الحالة ممكن تبرز عوامل أو تفاصيل في الصورة اللي صعب تشوفها بالألوان. فمرة أخرى فكر أسود وأبيض دائما، لأنه الإبداع هناك في هاي النقطة بكون أكبر وأوسع. فعمليا هذا كان المثال الأخير. مرة أخرى بدعوكم لمتابعة حسابات المهندس نادر، سوف أضع كل الديتيلز في الأسفل. آخر لقاء كان مع
مصري واليوم مصري أصيل آخر معنا. مرة أخرى تحية نادر من القلب، بشرك إنه قبلت دعوتي، وبفكر الناس راح تستفيد جدا من هذا اللقاء. وهيك شخصيات دائما بتشوفها مصر بنتيك أمل إنه مصر أم الدنيا، وإن شاء الله دائما بتظلها عامري بأهلها. ونادر المايك بالكلمة الأخيرة إليك. أشكرك أبو ميلاد على كلامك الجميل. هو الموضوع كله من ناحية ما هوش من ناحية التصوير أكتر، هو من ناحية الهدف من اللي احنا بنعمله ده، اللي هو توصيل المعلومة. أبو ميلاد أنت بتصور وأنا بصور، كان سهل علينا جدا إن احنا نصور وخلاص وكل واحد يفرح بصوره وخلاص، لكن مشاركة المعلومة ليها لذة ما يحسهاش غير اللي بيعملها. ومع الوقت لما بتلاقي حد عرف معلومة منك وبعدين قدر يطورها، ولما طورها انت كمان بدأت تتعلم منه حاجة جديدة. وده الحقيقة حاصل معايا، يعني انا محيط، احط نفسي بمجموعة من المصورين العرب وكلهم حاليا اسماء كبيرة ما شاء الله عليهم، احنا بناخد رأي بعض في صور بعض، تطورنا مع بعض وكبرنا مع بعض، وكل واحد فينا ليه طريق مختلف، وكل واحد فينا ليه شخصية مختلفة في صوره. لكن بيبقى مهم إن تشارك معلومتك وتشارك رأيك وتسمع رأي الناس في شغلك، دي نقطة مهمة جدا جدا في تطورك. دي أهم رسالة حبيت أوصلها من الصور اللي حطيناها النهاردة. تاخد قراراتك بيزد على إن أنت بتتعلم، بيزد على إن أنت بتسمع فيدباك من ناس وبتدور على معلومات. بلش ينزل عندي مطر، فإذا في صوت هذا صوت المطر في الخارج جدا جدا قوي. خيا نادر، شكرا لك مرة أخرى، بدعو الجميع لمتابعة أخ نادر، كل الحسابات في الأسفل، بدعو الجميع لمشاركة هذا الفيديو وتشجيع الآخرين على الاشتراك في هذه القناة. في النهاية بتمنى للجميع يوم سعيد. إلى اللقاء، ما تحياتي أبو ميلاد.